في الفيديو ده إن شاء الله أنا هشرح إزاي نعدل على منتج في الووكوميرس. أول حاجة هعملها إن إحنا نخش على لوحة التحكم الخاصة بالووردبريس ونيجي نضغط على لوجن بعد ما ندخل البيانات، وبعد كده هاجي هنا من القائمة الجانبية هروح على برودكتس وسب منيو اول برودكتس، واجي اروح على المنتج اللي انا عايز اعدل عليه واضغط على ايديت. هنا عنوان او اسم المنتج اللي انا عايز اعدل عليه، ممكن اعدل على الاسم من هنا، او ان انا لو عايز اعدل على الديسكريبشن الخاص بالمنتج من هنا، تمام. وهنا صورة المنتج ممكن اغيرها برضو لو عايز، اجي اضغط على الصورة كده اقدر اختار صورة تانية او ان انا ارفع صورة جديدة من هنا، تمام. بعد كده ممكن مثلا لو عايز هنا احط الشورت ديسكريبشن او اعدل عليه، واخر حاجة هشرحها هنا طبعا يعني اول حاجة اللي هي simple product بالنسبة للسعر الخاص بالمنتج. عندنا simple product ممكن احط السعر الخاص بالمنتج من هنا، مثلا احط 47، ده regular price اللي هو السعر العادي معلوش اي خصومات. لو عايز احط خصم على المنتج ده ممكن احط هنا مثلا 35، فالسعر اللي عندي قبل الخصم هيظهر 47 وبعد الخصم 35، ده لو انا عايز اعدل على السعر. وبكده نكون هنا وصلنا لنهاية الفيديو، وان شاء الله الفيديو القادم هشرح ازاي نضيف منتج جديد ونعمل variations خاصة بالمنتج زي السايز والكولر والحاجات دي. وشكرا لكم واشوفكم في الفيديو القادم ان شاء الله.